العالم الآخر يقول: فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت فيه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين فكان سيد العالمين وإمام المتقين صلوات الله عليه وعلى رسول الله أجمعين. إذن هذا الفهم الدقيق لعلمائنا، لأن فعلا حينما يقول فبهداه مقتده لا بد أن يكون الله أطلعه على هذا الهدى حتى يتأسى به، لا يتأدى على شيء غامض أو يتأسى بشيء غير مجهول أو شيء معمم، لا يتأسى بشيء مفصل. فبهداه مقتدي. ثم في قول الله عز وجل، نحن نتكلم عن قدوة الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هذا نبينا جمع خصائص الأنبياء كله وجمع هديهم كله، ونحن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم بمعنى نقتدي بمن جمع كل الهدى. وهذا ترتيب عجيب. كأن الله يقول: هذا محمد قد أعطيناه وألهمناه ووفقناه لهدي الأنبياء كلهم وقد التزم به، أنتم هذا هو النموذج الأكبر وهذا هو القدوة العظمى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.